السلام ومرحبا بكم مجيد مشاهدينا في موجز أخبار الرياضة، يقدمه لكم أحمد الفريقي مباشرة من استوديو خليل قروي برادس. تتلعب نهار الأربعاء مباريات الجولة التاسعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وفيما يلي التعيينات الكاملة لحكام الجولة الترجي تونس يستقبل النجم الساحلي والتحكيم لجهاد أبو جريشة من مصر. المباراة الثانية نادي حمام لمف يستقبل السي اس اس الحكم صادق السالمي، مستقبل جابس الاتحاد الرياضي المناسيري كريم الخميري، والنادي البنزرتي في مواجهة الملعب التونسي يسري بوعلي نجم المتلوي مع شبيبة القيروان، والتحكيم لعامر شوشان والنجم المتلوي كما قلت مع شبيبة الخيروان تحكيم عامر شوشان. آخر مباراة اتحاد بنجردين مع الملعب الجبسي محرز المالكي، ومباراة اتحاد تطاوين والنادي الافريقي لم يتم تحديد موعدها بعد بسبب التزامات النادي الافريقي في الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال افريقيا. نذكر النادي الافريقي يواجه جيش رواندي نهار 3 ماضي 3:30 بتوقيت تونس. في خبر آخر، عينت الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي ببنجردان إذار الخياري مدربا جديد للفريق خلفا لخالد بن ساسي اللي انسحب من مهامه بعد هزيمة الفريق البارح أمام شبيبة القيروان حساب الجولة الثامنة ذهاب من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وسيساعد نضال الخياري في مهمته محمد ناجي، علما وأنه الخياري تنحى من منصبه كمدرب لفريق الواحة الرياضية بقبلي منذ حوالي أسبوع بعد تردي نتائج الفريق في الآونة الأخيرة. أقيمت على امتداد 3 أيام من 22 لغاية 25 نوفمبر الجاري بسوسة الدورة العربية والدولية العمالية للشطرنج والألعاب الوطنية. كاميرا قناة نسمة كانت حاضرة وواكبت الحدث. تنظم المنظمة الوطنية لرياضة قاطع عمل الدورة الثالثة للألعاب الوطنية. هذه الدورة هي دورة سنوية بمشاركة كافة ولايات الجمهورية. العدد وصلنا تقريبا 750 مشارك في 5 رياضات مختلفة: كرة القدم، ألعاب القوى، تنس الطاولة، والكرة الحاذية والشطرنج. وتزامنا مع هذه الدورة نظمنا كذلك والدولية للشطرنج بمشاركة تقريبا حوالي 100 شطرنجي من تونس، من الجزائر، ومن مصر، ومن فرنسا. الدورة باهية ودورة قوية برشا، عملنا وشاركنا فيها، ما خلطنا فينال، ما توفقناش، ما هزيناش فينال. سنة وفقنا ربي وخدمنا على رواحنا وهزينا فينال، والحمد لله يا ربي. تنظيم جيد جدا، ويعني مقابلة كانت قوية، كنت المنافس قوي. الرجاء البيضاوي المغربي أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي بنتيجة 3 أهداف دون رد في طار ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية. وسجل ثلاثية المحليين كل من سفيان رحيمي في مناسبتين ومحمود بن حليب من ضربة جزاء. وستدور مواجهة الإياب بين الفريقين نهار 2 ديسمبر بملعب الشهداء في جمهورية الكونغو. تدور اليوم الدفعة الأخيرة في مختلف الملاعب الأوروبية، وفيما يلي برنامج أبرز المباريات في مختلف الملاعب. في الدوري الإسباني 9 متاع الليل بتوقيت تونس ريال سوسيداد يستقبل سيلتا فيغو. في الدوري الإنجليزي في نفس التوقيت 9 بيرني في مواجهة نيوكاسل يونايتد. وفي الدوري الإيطالي 8:30 كالياري يستقبل تورينو. بالخبر هذا نوصل لختام موجز أخبار الرياضة، قدمه لكم أحمد فريقي مباشرة من استوديو خليل قروي برادس. ولمزيد الأخبار والتفاصيل بإمكانكم زيارة موقع نسمة سبورت.